الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. مرحبا بكم في المحاضرة الثامنة لمادة نظرية المعرفة، والتي سنطلع من خلالها على المنهج الجدلي الإشراقي، والمنهج كذلك المنهج الجدلي والمنهج الإشراقي. سنطلع على المنهج الجدلي والمنهج الإشراقي، المنهج الجدلي والمنهج الإشراقي. المنهج الجدلي، مفهوم المنهج الجدلي لتكوين التاريخ للمنهج، كذلك المنهج الجدلي وقوانينه ومبادئه وخصائصه. أما المنهج الإشراقي فنتحدث عن مفهوم المنهج الإشراقي وبعض مصطلحاته وأصوله. مفهوم المنهج الجدلي، كنا قد تحدثنا عن مناهج علمية وبحثية، واليوم نتحدث عن المنهج الجدلي، ونأتي إلى مفهوم الجدل أو هذا المنهج الجدلي في اللغة. ورد الجدل في اللغة بمعنيين: المعنى الأول وهو النقاش أو الخصام، جدل الرجل جدلا خاصمه أشد الخصومة، والجدل الخصام، والجدل الخصام مع الناس، وتجادل القوم أي تصارعوا وتعادوا، وجادل ناقش بالحجج والأدلة، ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، وجادلوا بالباطل، وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن فالجدل يعبر عن طرفي نقيض أو طرفين مختلفين في قضية معينة، فيحاول كل واحد منهما أن يجادل الآخر ليصل إلى النتيجة. أما المعنى الثاني فالجدل بمعنى الفتل والضم، تفتل الشيء وتجدله من الجدل، تجدل بعضه على بعض. وأصل المعنى في هذه المادة الفتل وضم شيء إلى آخر، والمجدول المفتول، ودرع ودرع مجدول أي محكم النسيج، وجدل الحبل جدلا فتله فتلا محكما، وجدل شعره فتله. وأما الآن بناء على هذا التصور في اللغة العربية نأتي إلى التصور في الاصطلاح. فالجدل في الاصطلاح، أما من الناحية الاصطلاحية فقد تغير هذا المعنى عبر الزمن، كل فترة كان له معنى مختلف. في البداية وفي الوقت الإغريق كان الجدل يعني فن إدارة الحوار والمناقشة، كما الآن نسميها بالمناظرة، فن إدارة الحوار والمناقشة والاستدلال على الحقيقة من خلال التناقضات الموجودة في حديث الخصم. والجدل أيضا طريقة للأسئلة والأجوبة، واستدلال الحقائق من خلال هذه الأسئلة والأجوبة. إذن الجدل الذي يعنينا فيه هنا في محاضرتنا هذه هو الجدل الذي يصل إلى النتيجة، ولا نعني هنا منهج علمي، ولا نعني بذلك الجدل العقيم الذي لا يوصل إلى النتيجة. ومن معانيه الاصطلاحية كذلك أن يتقابل نقيضان أي يجتمعان في محتوى واحد، يعني في مادة واحدة، وهذا التناقض يؤدي إلى صراعهما حتى يخرج منهما أي من باطن الشيء الذي اجتمع فيه شيء مختلف عنهما. يعني هم ظاهرهما الاختلاف ويجتمعان في قضية ليثبت كل واحد منهما فيه رأيه، فيخرجان بعد ذلك بنتيجة. وعلى هذا الوجه قال هيجل وماركس لهم أصحاب المنهج الجدلي: فالمعنى الأول للجدل الخصام يقارب الجزء الأول من المعنى الاصطلاحي له، تقابل النقيضين وصراعهما، كما أن المعنى الثاني الضم. إذن المعنيين اللغويين، المعنى الأول يؤتي معنى التناقض، لكن المعنى الثاني يأتي بمعنى ضم الشيء إلى بعضه. يقارب الجزء الثاني من المعنى الاصطلاحي له أن يخرج من الشيء الذي اجتمع فيه النقيضان شيء ثالث مختلف عنها، وفي ذات الوقت يتجاوزهما نقيضين ويؤلف بينهما. إذن المنهجية الجدلية التي دعا إليها هيجل وماركس أصحاب المنهج الجدلي
هم يعنيان المعنى اللغوي الثاني وليس المعنى اللغوي الأول، هم يعنيان بأن هذا التناقض وأن هذا الجدل يؤدي إلى إنشاء جزء جديد يختلف عن الجزئين الأوليين اللذين كان بينهما الجدل. كما يمكن تعريف المنهج الجدلي بأنه عبارة عن طريقة في التفكير وفي البحث العلمي. نأتي هنا في مجال اختصاصنا في نظرية المعرفة، يمكن تعريف المنهج الجدلي بأنه عبارة عن طريقة في التفكير وفي البحث العلمي. إذا نحن نريد أن نصل إلى معرفة، فلذلك هنا علاقة هذه المادة أو المنهج الجدلي في نظرية المعرفة. إذن هو طريقة ومنهجية للوصول إلى المعرفة. إذن نحن نتحدث عن صلب نظرية المعرفة أو عن أدوات نظرية المعرفة. كما يمكن تعريف المنهج الجدلي بأنه عبارة عن طريقة في التفكير وفي البحث العلمي تدرس العلاقات المتبادلة في التأثير ما بين الظواهر المختلفة. وبالتالي فالمنهج الجدلي يتتبع مراحل تغير الظاهرة بناء على الصراع الداخلي الذي يحدث للظاهرة، وهو عكس المنهج التجريبي الذي يدرس الظاهرة من الخارج عن طريق الملاحظة والتجربة. وفي ظل غياب تعريف دقيق ومحدد للمنهج الجدلي يظل هذا التعريف إرجائيا فقط لتميزه عن باقي إجرائيا فقط لتمييزه عن باقي المناهج. إذن نحن نريد أن نخرج بصورة عن المنهج الجدلي، وهذا تعريف مبدئي وليس التعريف الفاصل لعدم القدرة للوصول إلى تعريف جامع مانع للمنهج الجدلي لتوسعه ولتطوره. فلذلك إذن المنهج الجدلي هو طريقة في التفكير وفي البحث العلمي تدرس العلاقات المتبادلة في التأثير بين الظواهر المختلفة وليس المنسجمة. وبالتالي فالمنهج الجدلي يتتبع مراحل تغير الظواهر بناء على الصراع الداخلي الذي يحدث بين هذه الظواهر. التكوين التاريخي للمنهج الجدلي، كيف نشأ هذا المنهج الجدلي؟ يعتبر المنهج الجدلي منهجا قديما في فلسفته وأسسه وفرضياته، ليس حديثا في اكتماله وإتمام صياغته وبنائه كمنهج علمي للبحث والدراسة والتحليل والتفسير والتركيب. فلقد ظهرت نظرية الجدل قديما عند الإغريق على يد الفيلسوف اليوناني هيراقليطس قبل الميلاد، الذي صاغ أساس نظرية الجدل الديالكتيك ولقد تطور الديالكتيك اللي هو المنهج الجدلي تطورا كثيرا وجديدا على يد الفيلسوف الألماني هيجل، الذي بلور وجسد تلك النظرية وبناها وصاغها كمنهج علمي لدراسة وتحليل الحقائق والأشياء والظواهر والعمليات وتفسيرها وتركيبها علميا ومنطقيا. إذن هو يدرس الظواهر الموجودة انطلاقا من المنهج الجدلي، من إبراز القضايا المختلفة في هذه المادة من الباطن ليصل إلى نتيجة، إلى ظاهر هذه الأشياء ليصل إلى معرفتها. وسوف شيئا فشيئا نصل إلى اكتمال تصورنا للمنهج الجدلي. وبلغ الجدل عند هيجل ذروته وأصبح منهجا فلسفيا شاملا قدم معه العالم كله الطبيعي منه والتاريخي والعقلي أول مرة على أنه صيرورة، أي في حالة حركة وتغير وتحول وتطور دائم. إذن هو ينظر إلى هذا العالم، إلى أن هذا العالم هو مجموعة من التناقضات، فبناء على هذه التناقضات يكون الجدل فتخرج يستطيع الإنسان الوصول للمعرفة، أو أن هذه المعارف تنتج فتحصل معرفة لهذه المعارف. إذن أن هذا الوجود مبني على التناقضات، كما يرى هيجل أنه هذه التناقضات تساعدنا على فهم هذه الأشياء والدخول إلى التناقضات الموجودة داخل الأشياء للوصول إلى حقيقة والفهم التصور العام لهذه المعلومات أو لهذه الموجودات. إذن وكذلك وصلت هذه النزعة أو بتسمى هيجل بالنزعة المادية. هناك ظهر تيار آخر عند المنهج الجدلي، انقسم هذا المنهج الجدلي إلى تيارين،
الذي قام كارل ماركس وهو من أنصار الديالكتيكية بإعادة صياغة نظرية الديالكتيكية صياغة مادية علمية عملية. المنظر للفكر الإلحادي الشيوعي ماركس فأبقى عليها بكل نظرياتها وأسسها وفرضياتها، ولكن نزع منها الطبيعة المثالية. إذا ما الفرق بين المادية الديالكتيكية الجدلية والمادية والمنهج المادي الجدلي الماركسي؟ إذا عندنا الآن منهجين، منهج مثالي يعبر عنه هيجل وهو يدرس ظاهرة الأفكار والتناقض بين الأفكار. أول المنهج المثالي الجدلي أو بما يسمى الهيجلي أو الهيجلي، يرى هيجل أن الفكر المطلق هو الوجود الأول، أما الأشياء والظواهر المادية فهي مجرد تجسيد له. هذه الأولوية للفكر على المادة هي المثالي. إذن المنهج الجدلي المثالي هو الذي يرى أن الأفكار سابقة عن الموجودات، فلذلك هو يبحث في هذه الأفكار وتناقضاتها والجدل فيها. هذا المنهج ماذا؟ هذا هو المنهج الجدلي الهيجلي الفكري، إنجاز التعبير أن نقوله الفكري، الذي هو يرى بأن الفكر المطلق هو سابق عن الوجود، الفكر سابق عن الموجودات. بينما المنهج المادي الجدلي الماركسي، إذن عندنا منهج مثالي هيجلي ومنهج مادي جدلي لماركس، فكان ماركس تلميذ هيجل، غير أنه أنكر وجود الفكر المطلق وكان يؤمن بأن المادة هي الوجود الأول. إذن الفكر الأول مثالي الذي درسناه في سابقا بالمذاهب، مذهب المثالي، بينما ماركس كان ماديا يرى أنه لا وجود مسبق للأفكار على المادة، فالمادة هي الأساس، أما الأفكار فهي تجسيد لها، فجعل المادة تتطور والأفكار تتبعها إلى حيث هي متطورة. إذن الأشياء وجودها سابق على الأفكار، وهذا انطلاقا من الفكر المادي الماركسي الذي ينطلق منه ماركس. أما قوانين المنهج الجدلي، يقصد بهذه القوانين مجموعة من القواعد والمفاهيم العلمية المترابطة في بناء هيكل الديالكتيك كمنهج بحث علمي. ومن أهم هذه القوانين قانون تحول التبدلات الكمية إلى تبدلات نوعية. نجي على هذه الأشياء، نمر عليها، هذه قواعد وأسس ينطلق منها المنهج الجدلي في رؤية للأشياء أو في انطلاقه لمعرفة الأشياء. أولا قانون التحولات والتبدلات الكمية إلى تبدلات نوعية، ويقوم هذا القانون ببيان كيفية تعرض الأشياء والظواهر لتحولات والتبدلات الكمية بصورة تدريجية ومنسجمة إلى أن تبلغ معيارا واحدا معينا، لتحدث نتيجة ذلك التبدلات والتحولات نوعية في طبيعة الأشياء والظواهر، ومن صورة وشكل قديم إلى طبيعة جديدة. إذن هو يرى أن أي إن كانت أفكارا أو إن كانت قضايا مادية هي تتغير، تتبدل هذه الأشياء، تتحول شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى شيء جديد مخالف لما كانت عليه سابقا. إذن هذه التغيرات والتحولات تنتج شيئا وجودا جديدا مخالفا للذي نشأت عنه. هذه القاعدة الأولى التي ينطلق منها المنهج الجدلي، التحولات والتبدلات، هذه التحولات والتبدلات من نوعية تنتقل إلى من كمية تنتقل إلى تحولات نوعية، يعني يتحول النوع كليا في البداية كمي، أشياء تغيرات بسيطة تبقي على النوع ولكنها بعد ذلك تتغير إلى نوع آخر. وهذه القاعدة التي اعتمد عليها المنهج الماركسي الشيوعي الإلحادي في نظرته إلى تطور المواد، أو نظرته إلى كذلك في موضوع الدارونية، لكن هذا لا يعنينا هنا في هذه المادة. أنهم اعتمدوا على قانون التحولات والتبدلات من الكمية إلى التبدلات النوعية، أن الجسم
يصبح فيه تغيرات على مدى الزمن حتى يصبح هذا الجسم شيئا آخرا، نوعا آخرا مخالفا عن الذي نشأت عنه. اثنين، قانون وحدة وصراع الأضداد والمناقضات. لاحظوا معي أيها الطلبة الأعزاء، طلاب والطالبات الأعزاء، أن أسس المنهج الجدلي الهيجلي الماركسي يعتمد دائما على التناقضات، الجدل، قانون وحدة وصراع الأضداد والمناقضات، ومضمونه أن كل الأشياء والظواهر والعمليات هي دائما في حالة حركية وتغير وتطور، وأن سبب هذا التحول القوة الدافعة والمحركة لحالة التغير والحركة في الأشياء. هذا ما يعنينا أن هذه الأشياء دائما في حركة وتطور وتغير، وسبب في ذلك هو التناقض، إنما يكون وجود التناقض يؤدي إلى حركة هذه الأشياء. فنصل إلى القاعدة التي تليها فتكون النتيجة التحول النوعي. ثلاثة، قانون نفي النفي. انظروا إلى التناقضات، منهج جدلي مبني على التناقضات في الأشياء. قانون نفي النفي، يقوم هذا القانون بعكس وتفسير العلاقة بين مختلف مراحل التطور والتبدل والارتقاء والنتيجة الناجمة عن ذلك، فيقوم هذا القانون ببيان وتفسير نتائج مراحل الديالكتيك، تطور الأشياء والظهور والأفكار من أفكار وحقائق. إذن هذه ثلاثة أسس ينطلق منها المنهج الجدلي: أولا قانون التحولات، ثانيا قانون وحدة الصراع، ثالثا قانون نفي النفي. وهذه النقاط الثلاثة كلها يعني تنطلق من فكرة واحدة، وهي المنهج الجدلي أو الجدلية الفكرية والمادية كما يرى هيجل ويرى ماركس. خصائص المنهج الجدلي ومكانته ومن الحقول المعرفية: هل هو منهج يعني مهم؟ هل هو منهج يعتبر مطروق؟ هل يتبع هذا المنهج؟ يعتبر المنهج الجدلي كباقي المناهج العلمية يحظى بأهمية ما من حين لآخر حسب الحقل المعرفي الذي وظفت فيه، وبالتالي فإن لكل منهج خصائصه ومجاله العلمي الذي يخدمه، حيث أن بعض المناهج لا يمكنها أن تخدم إلا مجالا واحدا دون الآخر، في حين أن مناهج يمكن تطبيقها من أكثر في مجال معرفة. إذن متى يطبق المنهج الشكي؟ حسب الميدان، حسب ما يتناسب، ليس دائما في كل الأمور يطبق المنهج الجدلي. يوجد عندنا فكرة الطرح والطرح المضاد ثم التركيب، من خلالها يمكننا أن نستشف خصائص هذا المنهج. وحسب تصنيفات المناهج وأنواعها، يعتبر المنهج الجدلي من المناهج الفلسفية العامة، ويؤكد ذلك أن جل دارسي هذا المنهج يربطونه بالدراسات الفلسفية، حيث أن هناك من ينعته بأنه تيار فلسفي مضاد للتيار الميتافيزيقي. إذن هذا التيار يعتبر تيار فلسفي تنظيري فكري، يعتبر تيارا جديدا وفي ميدان الفلسفة، ويقوم على قصور مختلف الأشياء والأفكار والكون، ويلجأ إلى منطق خاص وهو المنطق الجدلي الذي يؤكد على مبدأ التطور الذاتي للأشياء كما شرحنا. إذن هذا هو المنهج الجدلي، وقلنا بأن المنهج الجدلي انقسم إلى قسمين: منهج جدلي مثالي لهيجل، ومنهج جدلي مادي لماركس، وميزنا بين هاتين النقطتين، وكذلك درسنا واطلعنا على النقاط الثلاثة وهي الأسس التي يقوم عليها المنهج الجدلي، ثم بعد ذلك اطلعنا على خصائص المنهج الجدلي. والآن نأتي إلى المنهج الإشراقي، وهو منهج للوصول إلى المعرفة، وقد كنا درسنا سابقا المذهب الإشراقي أو بما يسمى بالحدس، أنه طريق لوصول المعرفة. لعلنا اليوم كذلك نؤكد ونوضح ونبين ما هو المنهج الإشراقي. كنا درسنا المذهب بشكل عام الإشراقي، الآن نأتي إلى منهجيته في التفكير ومنهجيته للوصول إلى المعرفة. مفهوم المنهج الإشراقي، مفهوم المنهج الإشراق
غي في اللغة يقال عن الإشراق هي الإضاءة، يقال أشرقت الشمس طلعت وأضاءت. والإشراق في كلام الحكماء ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيضانها على الأنفس الكاملة عند التجرد عن المواد الجسمية. إذن الإشراق بهذا المفهوم نرجع إلى الفهم الروحي وفهم بما يسمى بمصطلحات الصوفية، مصطلح الكشف والإلهام. إذن الإشراق بهذا المعنى، الملكة، الحدث، الإلهام، الإشراق، الإفاضة، هذه مصطلحات تعبر عن المنهج الإشراقي. ويشير الجرجاني في التعريفات إلى أن الإشراقيين طائفة رئيسهم أفلاطون، ويذكر أحد الإشراقيين تعريفا لفلسفته فيقول: إنها الحكمة المؤسسة على الإشراق الذي هو الكشف أو حكمة المشارقة الذين هم أهل فارس. وهذا يرجع إلى تعريف الجرجاني لأن حكمتهم كشفية ذوقية، يعني هم في معرفتهم للأشياء لا يعتمدون على الحس ولا يعتمدون على 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 العقل، بل هم يرون، هم يؤمنون بها، ولكنهم يرون فاعلية وأولوية المنهج الإشراقي، يعني الإشراق وهذه الملكة في النفس هي التي توصل إلى المعرفة. ونسبة إشراقي من الإشراق على النفس، والنسبة كذلك إلى الإشراق من ناحية الشرق إلى بلاد فارس. وكان اعتماد، وهذا ما دخل على بعض على يعني دخل على العقيدة الإسلامية من تشوهات من هذه الناحية، أو من ناحية دخول بعض هذه الأفكار التي كانت مشبعة من الذين دخلوا الإسلام وكانوا يحملون هذه الأفكار قبل الإسلام، مثل الزرادشتية والمانوية وغيرها من الفلسفات الإشراقية التي كانت عندهم. فلما دخلوا الإسلام أرادوا أن يوظفوا هذه الأفكار في داخل الدائرة الإسلامية وفي داخل دائرة العقائد الإسلامية أو العقيدة الإسلامية. وكان اعتماد الفارسيين في الحكمة على الذوق والكشف، يعتبرونها أداة للمعرفة. وكذا قدماء اليونان عدا أرسطو، لأنه منهج أرسطو يعتبر عقلي ومن معه، فإن اعتمادها كان على البحث والبرهان لا غير. ولا ينكر الإشراقيون قيمة المصادر الأخرى المعرفية، بل يعترفون ولو نظريا بقيمة ما تقدمه من معرفة في مجالات وحدود معينة من المعرفة، فيرون أن الحس مصدر للمعرفة له ميدانه، والعقل مصدر آخر له ميدانه، ولكنهم يجعلون التقديم الأول وسلم الأولويات المعرفية هو الإلهام أو الإشراق. كذلك نستطيع أن نقول أن الإشراق يتضمن ظهور الموجود، أي تأسيس وجوده، وهذا الظهور هو عملية إدراكية للنفس المستعدة للكشف. يرى أن النفس ليس العقل وليس الحواس وليس، بينما كشف الذات، ذات الإنسان وروحه، كشفه للأشياء بما تفيض عليه هذه الأشياء هو الدلالة المعرفية عندهم. هناك ترادف بين لفظ إشراقي ومشرقي، فيمكن فهم الإشراقي بالإضافة إلى المعنى، وهذا يعني موضوع باشتقاق الكلمة، يعني هنا لا يعنينا. وتقوم الفلسفة الإشراقية في مقابل المشائية العقلية، أي الذوقية والكشفية والإشراقية مقابل العقلية. يعني إذا كان العقل يعتمد على القضايا العقلية، القوانين، واحد زائد واحد يساوي اثنين وكذا، فإن المذهب الإشراقي يعتمد على الذوق، على الحس، على القضايا الروحية. هكذا هو الفرق بين العقلي وبين المنهج الإشراقي. يوجد مصطلحات نستطيع من خلالها فهم أعمق للمنهج الإشراقي، ما يسمى الكشف. فما هو الكشف؟ الكشف هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا أو شهودا. وحقيقة هذه المصطلحات أحيانا ما يعني يمارسها كثير من المتصوفة من الكشوفات للولي الرباني، كما يعني يدعون أنه تنكشف أمام الحجب فيرى ما يعني لا يراه الموجودون. وفي الحقيقة نحن حتى نقيم هذا العمل أو مثل هذه القضايا في العقيدة الإسلامية، فإن هذا أمر محكوم بقضية ما يسمى بالكرامة عندنا،
في معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا معتمد إذا كانت هذه الكرامة تنطلق من أهل التقى ولا يرى عليه علامات النفاق ولا علامات وانطلاقه من الكتاب والسنة في منطلقه، فهنا يؤمن له ويصدق. بينما إذا كان هذا المنهج أو إذا كانت هذه الطريقة من الكرامات وهو ليس على الكتاب ولا على السنة، فهذه نوع من أنواع الهرطقات والسحر وغيرها. فالكشف هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا أو شهودا. 2- الذوق، وهو نور عرفاني يقذفه الحق بتجلية في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب. إذن هو نور يقذف في القلب حسب طبعا انطلاق هذا الذوق، إذا كان ذوقا انطلاقا من الرأي اليوناني أو انطلاقا من الرأي الإسلامي. البصيرة مصدر المعرفة في الإنسان الصوفي، وهي الملكة التي ترى حقائق الأشياء وبواطنها كما يرى البصر ظواهر الأشياء المادية، وهي موردة للإلهام وموطن الإشراق ومصدر الكشف والذوق. وهذه القضايا كلها أيها الطلبة الأعزاء لابد أن تكون محكومة بضوابط الكتاب والسنة، ما جاء منها منضبط فيمكن الاعتراف به، وما كان مخالفا قيد أنملة عن منهج الله ورسوله في المنهج منهج الوحي السليم فهذا ينكر ويضرب في عرض الحائط جملة وتفصيلا. وهذه الفلسفة وإن كانت لها جذور متأصلة في عمق التاريخ إلا أنها برزت وتأصلت عند أعلام في الحضارة الإسلامية، حيث أنها وجدت أرضا خصبة في المذهب الصوفي والذي استطاعت من خلاله أن تثبت نفسها فلسفة ومنهجا رئيسيا من مناهج الفكر في الحضارة الإسلامية. الآن عندما تقرأ المناهج تجد كتب المنهج الإشراقي على يد ابن عربي وغيره من الكتاب في التصوف الإسلامي، طبعا مع التبيين بأن هنالك تصوفا منحرفا وهنالك تصوف منضبط. التصوف المنحرف هو ما خالف الكتاب والسنة من غير أصل ولا دليل، والمنضبط هو ما انطلق من الكتاب والسنة ولا قضية أو لا وشاحة في الاصطلاح. ويعد شهاب الدين السهروردي المقتول الذي وصل من ناحية الإشراقات إلى مرحلة الكشف والانحراف أبو الفلسفة الإشراقية في الحضارة الإسلامية، ونستطيع رد مجمل العناصر التي اعتمدها السهروردي في تشييد فلسفته إلى 3 أصول رئيسية: الأصلان الإسلامي واليوناني والأصل الفارسي. كما أخبرتكم في المحاضرة الماضية أن هذا الدمج وهذا التلفيق ما بين العقائد اليونانية والإسلامية والفارسية هو هرطقات، وهو نوع من محاولة جذب لمتناقضات. لا يمكن أن نستطيع أن نجذب ما بين التوحيد السليم الصافي الناصع الواضح وما بين فلسفات غامضة، فلسفات متخبطة. الدمج ما بين هذا وهذا لا يمكن أن يخرج نسيجا واضحا ونسيجا صحيحا. هكذا أيها الطلبة الأعزاء نريد أن نجمل في نهاية هذه المحاضرة ما تحدثنا عنه كاملا حتى تستقر هذه المحاضرة في أذهاننا. فالمنهج قلنا هنالك مناهج في الوصول للمعرفة، منها المنهج الجدلي وعندنا المنهج الإشراقي. فالمنهج الجدلي قلنا باللغة العربية له معنيان، هو منهج جدلي من الجدل والخصام والتناقض، وأما المعنى الثاني فهو الفتل والضم، أن تضم شيئين مختلفين فيخرجان شيئا جديدا واضحا. وحقيقة المعنى الثاني اللغوي هو ما ينطلق منه هيجل في نظرته إلى المنهج الجدلي أو في نظرته إلى الجدلي. إذن من الناحية الاصطلاحية فقد تغير هذا المعنى عبر الزمان. في البداية وفي الوقت الإغريقي كان الجدل
يعني فن إدارة الحوار والمناقشات، كان في البداية مجرد نوع من الفن، ولكن بعد ذلك انتقل هذا الفن على يد هيجل ليصبح مدرسة في الجدل. وفكرة كانت مما تسمى المنهج الجدلي الديالكتيكي، فهي تقابل النقيضين وصراعهما، يتقابل النقيضين فيتصارعان فيخرجان شيئا جديدا. وفي الحقيقة خرج عندنا منهجين كما أخبرتكم، منهج مثالي جدلي على يد هيجل، يرى هيجل أن الفكر المطلق هو الوجود، الفكر سابق على الوجود، وعندنا كذلك منهج مادي جدلي ماركسي، وهو المنهج الذي يرى أن المادة هي الأساس، تطور المادة هو الذي يعطينا التطور في عقولنا، بينما هيجل يرى أن التطور في المطلق في وجود في 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 الفكر أولا، ثم يأتي أكله في التطور الوجودي. مهم هذين المنهجين مهمين، لأن أوروبا يعني عاشت ردحا من الزمن، وهي يعني تعيش حالة من الصراع في مثل هذه المذاهب والأفكار، مذهب الجدلي الديالكتيكي والمنهج المادي الجدلي، وهو الذي قامت عليه بما يسمى الشيوعية، المذهب الشيوعي الإلحادي الذي انهار. كذلك أسس المنهج الجدلي قانون التحولات والتبدلات الكمية، هذه التحولات تكون تحولات كمية، ثم بعد ذلك مع الزمن تصبح تحولات نوعية. قانون وحدة وصراع الأضداد، أن هذه الأضداد عندما تتصارع مع بعضها تخرج لونا جديدا وتخرج شيئا جديدا. قانون نفي النفي، كذلك يقوم هذا القانون بعكس وتفسير العلاقة في مختلف، يعكس دائما القضايا، يعكسها رأسا على عقب ليخرج بتصور جديد عن الأفكار. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى المنهج الإشراقي، والإشراق في اللغة قلنا أنها الإضاءة، وقلنا أن هذا المنهج في الحقيقة هو منهج إشراقي يعود في جذوره إلى منطقة الشرق، ونعني هنا بلاد فارس، لأنهم كانوا يعتمدون على الذوق والكشف في دراسة الأشياء، اللي هو قضية روحية نفسية تصل إلى المعرفة ليس عن طريق العقل ولا الأدوات، هي لها دور، ولكن المعرفة الحقيقية عندهم هي راجعة إلى الذوق وإلى الحس. إذن والإشراقيين طبعا يتضمن ظهور الوجود على تأسيس وجوده، وهذا الظهور هو عملية إدراكية للنفس المستعدة، هذه أسسهم. عندنا مصطلح اللي لا يعنينا مصطلح الإشراقي ومشرقي في تبدل هذا المصطلح، تقوم الفلسفة الإشراقية في مقابل المشائية أي الذوقية والكشفية. إذن نقيض الفلسفة الإغريقية، نقيضها لفلسفة العقلية، نقيضها الذوقية أو الكشف والإلهام. بعض المفاهيم المرتبطة بالمنهج الإشراقي، الكشف، الذوق، البصيرة، هذه مصطلحات هي تعبر وتستخدم في الحقل التداولي المعرفي للمنهج الإشراقي. وفي الحقيقة يوجد مثال عندنا في ظهور هذا المنهج في الحضارة العربية الإسلامية على يد شهاب الدين السهروردي المقتول سنة 586 هجري، وهو أبو الفلسفة الإشراقية، الذي حاول أن يمزج ما بين الفلسفة اليونانية من ناحية العقل والفلسفة الإسلامية أو ما يسمى بالعقيدة الإسلامية أو الأصل الإسلامي من حيث الوحي من القرآن والسنة، وأراد أن يمزج معهما كذلك الأصل الفارسي اللي هو الاعتماد على الكشف و الاعتماد على المذهب مذاهب الغنوصية، فحاول أن يخلق نوع من التركيبة مختلطة بين هذه المذاهب والأفكار ليصل إلى خلطة عجيبة فكرية حتى تصل إلى وصولا إلى الإدراك وإلى المعرفة. وهذا نوع من الانحراف الذي وصل إليه بعض وأمثال هؤلاء العلماء في الفكر الإسلامي، مثالا على المذهب الإشراقي في الحضارة العربية الإسلامية. وهكذا نكون قد أتممنا ولله الحمد هذه المحاضرة عن المنهج الجدلي والمنهج الإشراقي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا
ويهدينا إلى سواء السبيل، وأن ندرك هذه المادة العلمية الرصيرة التي تخدم أحدنا في منهجيته، في أبحاثه، في دراسته، للاطلاع على المناهج والأفكار وغيرها. وفي الختام، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.